مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار السادسة، تأتيكم من مركز أخبار قنوات أبو ظبي، والبداية بأبرز العناوين. بيان أوروبي أمريكي يدعو أطراف الصراع في ليبيا إلى حل تفاوضي ويتمسك بإجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن. ومع بداية الشهر الخامس من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، موسكو تكثف من ضرباتها على مواقع الجيش الأوكراني. السلام عليكم ورحمة الله. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي نيكوس دندياس وزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة. وبحث خلال اللقاء على عشاء عمل في أبوظبي الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك وتطويرها في عدد من المجالات والقطاعات الواعدة والمهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين. كما ناقش سموه معالي نيكوس دندياس القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها المختلفة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن البلدين الصديقين وقيادتيهما لديهما رغبة مشتركة للاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتعزيز تعاونهما على الصعد كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. وفي أخبارنا الدولية، أبدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة ترحيبها بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة. ويأتي البيان الخماسي الذي رحبت به الأطراف الليبية ممثلة في رئاستي الحكومتين في الغرب والشرق، فيما يستعد رئيسا المجلسين التشريعيين لإجراء محادثات في جنيف الأسبوع المقبل لبحث الإطار الدستوري للانتخابات. ترحيب دولي بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. الدول الخمس وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة دعت إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني، وهو ما سيمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة في أقرب وقت وفق خارطة الطريق السياسية. كما شددت الدول الخمس على الحاجة إلى حكومة ليبيا موحدة ورفض كل الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية أو الاستيلاء على السلطة بالقوة. وعلى الجانب الاقتصادي، أكد البيان على أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ولصالح الشعب الليبي. عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية رحب من جانبه بالبيان، مؤكدا على أهمية استمرار عمل الأطراف الليبية وفقا لمقررات الاتفاق السياسي لإجراء انتخابات وفقا لقاعدة دستورية. من جانبه رحب فتحي باشاغة رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي بالبيان، معبرا عن استعداده للعمل مع هذه الدول لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية. التوافق الدولي جاء على وقع الصراع الدائر في ليبيا تشريعيا وتنفيذيا، فقد فشلت اللجنة الدستورية المشتركة في الاتفاق على كل نصوص القاعدة الدستورية خلال اجتماعاتها في القاهرة. ومن المقرر أن يلتقي رئيسا المجلسين التشريعيين عقيلة صالح وخالد المشري في جنيف الأسبوع المقبل لإجراء ما قد يكون محادثات اللحظة الأخيرة لبحث الإطار الدستوري للانتخابات. ونقف الآن عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دخلت شهرها الخامس. هاجمت الصواريخ الروسية أهدافا في أنحاء أوكرانيا اليوم، حيث أصابت منشآت عسكرية في الغرب والشمال وكذلك في مدينة جنوبية، مع دخول أكبر صراع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية شهره الخامس. وأعلن الجيش الأوكراني السبت أن صواريخ أطلقت من أراض بيلاروسية تجاه منطقة تشيرنيهف الحدودية في شمال شرق كييف. كما أعلن حاكم منطقة الفيف عن تسجيل إن ضربة روسية على قاعدة يافوريف العسكرية في غرب أوكرانيا أسفرت عن إصابة 4 أشخاص. واليوم تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الخامس، بعد أن شهدت تحولات في الأهداف الاستراتيجية ومسار المعارك خلال المدة الماضية في ظل تقدم روسي مستمر في شرق أوكرانيا، وسط توقعات
من أطراف الصراع بامتداد العمليات لأمد طويل. معركة طويلة الأمد، هكذا يصف المحللون وأطراف الصراع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مع دخولها شهر الخامس منبئة بمعارك طاحنة بين الجانبين. فمنذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العمليات في 24 من فبراير الماضي، ركزت روسيا الهجوم على 3 محاور، شمالا إلى كييف، شرقا إلى إقليم دوناباس، وجنوبا انطلاقا من شبه جزيرة القرم إلى مدينة خيرسون. الجيش الروسي حاول منذ البداية الاعتماد على المناورة السريعة مع تكثيف الإنزالات الجوية قرب العاصمة كييف لإحداث مفاجأة وإسقاط المدينة بشكل سريع، لكن الدفاع الأوكراني القوي خاصة في محيط كييف وتدفق الأسلحة النوعية بشكل كبير على الجيش الأوكراني من حلفائه الغربيين حال دون سقوط العاصمة. اعتمدت روسيا خطة بديلة لتحقق انتصارات كبيرة في معركتها للسيطرة على دوناباس وفتح طريق بري إلى شبه جزيرة القرم في نهاية مايو الماضي، وهو ما عكس نجاح هذه الاستراتيجية بعد شهرين من العمليات بسيطرة القوات الروسية والانفصاليين الموالين لموسكو على مدينة ماريوبول الساحلية وبلدة ليمان ومعظم منطقة لوهانسك وعدد كبير من بلدات دونيتسك، فيما تمتلك روسيا أفضلية في باقي مناطق إقليم دوناباس. بحلول اليوم 100 للحرب وتحديدا أوائل الشهر الجاري، كانت القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على 20% من الأراضي الأوكرانية، وتقدمت من الشرق والجنوب على طول البحر الأسود وبحر آزوف، وباتت تسيطر على ممر ساحلي استراتيجي يربط شرق روسيا بشبه جزيرة القرم. الآن ومع دخول العمليات الشهر الخامس، تشدد القوات الروسية حصارها على آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ليسي تشانسك وسفرودونيتسك، المدينتين الصناعيتين الاستراتيجيتين الواقعتين في منطقة لوهانسك، والتي دمرهما تبادل القصف المدفعي وسط أنباء عن تلقي الجيش الأوكراني أوامر بالانسحاب من سفرودونيتسك الواقعة في شرق البلاد بعد قتال شرس ومتواصل منذ أسابيع. دعت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة مجموعة الدول 7 إلى زيادة المساعدات الإنسانية للمساهمة في معالجة أزمة الجوع العالمية والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. وتبدأ مجموعة 7 اجتماعا يستمر 3 أيام في بافاريا بألمانيا غدا الأحد، بالتزامن مع تحذير من الأمم المتحدة من أن العالم يواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة مع زيادة أسعار السلع الأساسية. وقال مارتن فريك مدير برنامج الأغذية العالمي في ألمانيا إن الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول، وهي قضية سلام وأمن رئيسية. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل. عقب محادثات مع الموفد الأوروبي، طهران تعلن استئناف المحادثات النووية غير المباشرة مع أمريكا قريبا. برؤية المؤسس بدأت مسيرة التطور، وخمسة عقود من الإنجازات، وعلى نهجه سار الأبناء نحو 50 القادمة. مسيرة وطن، الاثنين والخميس 9:30 مساء على قناتي أبوظبي والإمارات. الله يرحم من عمر وبنى وثبت هذه الراية دائما مرفوعة. العنصر البشري بالنسبة له
هو العنصر الأساسي في حياة الشيخ زايد. لو كان أبوكم زايد اليوم موجود بيكون جدا فخور. أهلا بكم من جديد، وقبل مواصلة النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. بيان أوروبي أمريكي يدعو أطراف الصراع في ليبيا إلى حل تفاوضي ويتمسك بإجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن. ومع بداية الشهر الخامس من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، موسكو تكثف من ضرباتها على مواقع للجيش الأوكراني. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان إنه ستستأنف قريبا المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء اتفاق 2015 النووي. وأضاف عبد الهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في طهران اليوم أن ما يهم إيران هو الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق 2015. من جانبه أكد بوريل أنه يتوقع كسر حالة الجمود واستئناف المحادثات في الأيام المقبلة. في الأراضي الفلسطينية، قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سلواد في الضفة الغربية كما أعلنت مصادر فلسطينية فجر اليوم. وقالت المصادر الفلسطينية أن الفتى محمد عبد الله حامد البالغ من العمر 16 عاما توفي بعيد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من شارع يستخدمه الإسرائيليون على أطراف البلدة. ونبقى في الشأن الفلسطيني، وبعدما عاشته من انتكاسات اقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات وإغلاقات، عادت مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية إلى الانتعاش مع بدء السياحة الخارجية إليها. وكأن الروح عادت إليها من جديد، مدينة بيت لحم في وسط الضفة الغربية بدأت تتنفس الصعداء بعودة السياح الأجانب إليها. ساحة المهدي عجت بأفواج السياح الذين قدموا من دول مختلفة، فيما محل التحف والتذكارات التي كانت أغلقت وسرحت الموظفين فيها فترة جائحة كورونا فقد عادت لتفتح أبوابها، وعاد معها الأمل بموسم سياحي يعيد للمدينة رونقها. احنا كبلدية يعني بنقدر نحدد الأعداد الأفواج السياحية بتيجي من خلال موقف الباصات اللي كل باصات سياحية بتوقف فيه. حسب يعني السنين السابقة احنا بنحكي عن 10-15% من الشهر 6 احنا اخذنا السنة هاي من الأفواج السياحية. تمكن السياح من زيارة مهدي سيد المسيح مجددا بعد غياب ما يقرب من 3 سنوات رسم البهجة والسعادة على محياهم. إنها تجربة جميلة لزيارة هذه المدينة لرؤية مكان ميلاد المسيح. لقد ذهبنا أيضا إلى داخل كنيسة مغارة الحليب. أشعر أنني كنت مباركة جدا بمجيئي وتجربة الأشياء هنا ورؤية المكان الذي ولد فيه المسيح. وعلى الرغم من حالة الفرح هذه، إلا أن المخاوف من العودة إلى الإجراءات الوقائية التي تعرقل وصول السياح عبر المطارات الإسرائيلية ظلت حاضرة، خاصة مع الارتفاع المضطرد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل. إذا أغلقوا هالمرة هذا راح يكون ضربة يعني قوية، يعني بتدمروا الناس. الأفضل أن يأخذوا إجراءات ثانية، أما يتم إغلاق مش هو الحل، هذا مش حل. هذه المخاوف جعلت عددا من أصحاب الفنادق ممن أغلقوا أبواب فنادقهم خلال الجائحة التريث في إعادة فتحها من جديد حتى تستقر الأوضاع بشكل كامل وتدور عجلة السياحة كما المعهود. مع عودة انتعاش السياحة هنا بدأت الأمال تكبر لاستئناف الحياة لمدينة يعتمد أكثر من ثلثي اقتصادها على هذا القطاع الذي تكبد خسائر وصلت خلال السنتين الماضيتين إلى ما يزيد عن 2 مليار دولار.
لقنوات أبوظبي. ماجد سعيد، بيت لحم. أعلنت الشرطة النرويجية الجمعة تعاملها مع حادث إطلاق النار الذي وقع ليلة الجمعة قرب نواد ليلية في وسط أوسلو، وأسفر عن قتيلين وأربعة عشر جريحا على الأقل على أنه عمل إرهابي. وقالت الشرطة في بيان إنها تحقق في الوقائع باعتبارها عملا إرهابيا، وذكرت أن إطلاق النار وقع في حانة لندن وامتد إلى ناد مجاور وشارع قريب، حيث اعتقل المشتبه به بعد دقائق قليلة من بدء إطلاق النار. وفي مالي، أعلنت السلطات العسكرية تحييد أكثر من 60 مسلحا في منطقة في وسط البلاد، وأوضح الجيش أن تحييد هؤلاء المسلحين جرى في منطقة ديالا سوغو في أعقاب الهجوم الإرهابي على السكان ليلة 18 إلى 19 من الشهر الجاري. وحملت الحكومة المالية تنظيم ماسينا كتيبة مسؤولية القتل الجماعي ل 132 مدنيا في ديالا سوغو وقريتين مجاورتين. قضى 18 مهاجرا من أصول إفريقية أمس خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب مليليا الإسباني. وقالت السلطات المحلية أن الضحايا من بين العشرات من المهاجرين الذين دخلوا في مناوشات عنيفة مع قوات حرس الحدود على مدى ساعتين يوم أمس، ما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين. وحاول الضحايا عبور السياج الفاصل بين المغرب ومليليا الخاضع لإسبانيا، في حين تمكن أكثر من 100 مهاجر من العبور. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. الإمارات في صدارة الدول بمشاريعها المستقبلية في الثورة الصناعية الرابعة. ثانية تمر قد يتغير فيها الكثير من الأحداث، لكن لكل خبر أبعاده. هنا نفرد الأوراق ونحلل ونتعمق ونبحث في أدق التفاصيل لحظة وقوع الحدث لتكتمل لديك الصورة في 30 دقيقة. غدا 10:30 مساء بتوقيت أبوظبي، 9:30 بتوقيت السعودية على قناة أبوظبي. ستبقى ذكرى زايد ماثلة في الأذهان من جيل إلى جيل. كان الشخص اللي أجمع عليه كل رؤساء العالم تقريبا، دائما يؤكد على دور المرأة، فتح المجال أيضا للابتعاث. لم يقدم حاكم للتعليم مثل ما قدم الشيخ زايد، وضع لنا معايير. فهو مؤسس دولة وربان وطن، سمي الوطن بدار زايد، وحكيم نافذ البصيرة والبصر. شخصيات في مئوية زايد من الثلاثاء إلى السبت، 10:30 مساء بتوقيت أبوظبي، 9:30 بتوقيت السعودية على قناة أبوظبي. مرحبا بكم مجددا في أخبار الاقتصاد. وضمن أهدافها لبلوغ مراكز متقدمة عالميا، أطلقت دولة الإمارات عدة مشاريع في الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة وتطبيقات التكنولوجيا المستقبلية. المزيد في هذا التقرير. تعد دولة الإمارات من دول العالم الرائدة في تطوير تشريعات مستقبلية في مجال الثورة الصناعية الرابعة
لذلك انتهجت الدولة رؤية مستقبلية شاملة لمواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل وتجهيز البنية التحتية اللازمة لزيادة فعالية الأصول الرقمية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. ومنذ سبتمبر من عام 2017 أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة وللمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية. ترسخ هذه الاستراتيجية رؤية دولة الإمارات بأن تصبح نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لجميع تحديات المستقبل، ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتهدف إلى تحقيق أمن المستقبل المائي والغذائي عبر منظومة متكاملة ومستدامة تقوم على توظيف علوم الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة. كما تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي عبر تبني الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا التعاملات الرقمية في المعاملات المالية والخدمات والاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية واستغلالها في تخطيط مدن المستقبل وتطوير الصناعات الدفاعية المتقدمة من خلال تطوير الصناعات الوطنية في مجال الروبوتات وتقنيات المركبات ذاتية القيادة. ويشكل مشروع 300 مليار مظلة لحملة وطنية بعنوان اصنع في الإمارات، التي تمثل دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطورين من داخل الدولة ومن جميع أنحاء العالم للاستثمار في القطاع الصناعي الإماراتي والاستفادة من المزايا والتسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الإمارات. بدوره يعد مصرف الإمارات للتنمية محركاً رئيسياً في مشروع 300 مليار، ويعمل على دعم القطاع الصناعي في الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة محاور تتضمن تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة من خلال برامج تمويل خاصة وتعزيز دور الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة في مجالات الصناعة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. ونختم نشرتنا من العراق. الوضع الذي يعانيه السكان من نقص في منسوب المياه والتصحر ونفوق الحيوانات زاد عليه ارتفاع درجات الحرارة الذي تسبب في موجة حر شديدة في أول الصيف. مع ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة الصيف في العراق، تتزايد معاناة كثير من الأسر ذات الدخل المحدود الذين يواجهون موجات الحرارة القاسية دون توفر للإمكانيات المادية الكافية التي تساعدهم على اقتناء أجهزة التبريد أو التهوية. وبسبب تهالك البنى التحتية وشبكات نقل الطاقة، تعيش أغلب مناطق العراق معاناة لا توصف خلال أيام الصيف من جراء نقص الكهرباء. تعبني هواي، تعبني، حالتنا مشي سقفنا تشينكو، يعني ماكو الكهرباء. لو بس يطونا الكهرباء ماي شوية زين لسالة ما ينشرب أو ما ينغسل بي. منذ مطلع يونيو الجاري تواجه العراق موجة حر خانقة اقتربت خلالها درجات الحرارة حتى في الظل إلى 50 درجة مئوية. ورغم اعتياد العراقيين على الطقس الحار إجمالا في بلادهم، يبدو الإرهاق جليا هذه الأيام، خصوصا عند انقطاع الكهرباء خلال الليل. يعني الجو يموت، ما يتحمل اشتغل فيه قوة، كان يسوي لهم العيشة إذا تقعد يفتك الجوع. والله لازم نطلع. أحد الأحمرات حتى دوخة، يعني دوخ من قد ما الشمس قوية، والجلد بعد شوف عينك جوردا كلن قلبنا سود قد ما درجة الحرارة قوية. ويأتي هذا الصيف الخانق بعد ربيع تكررت فيه وبشكل غير مسبوق العواصف الترابية التي يعزوها الخبراء إلى التصحر والتغير المناخي، وسط تحذيرات من تبعات أكثر حدة
قد تؤثر سلبا على الأنهار والمساحات الزراعية في العراق. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.